حقيقة فترة قبل الكلية، فترة الإعداد في الثانوية خصوصا، هذه فترة مهمة. أنا أعتقد الشباب عموما فترة التكوين الأولى مهمة جدا حتى قبل الجامعة. الجامعة فيها خبرات وإمكانيات وفيها تجارب تنضج شخصية الإنسان، لا سيما على الصعيد غير الصفي، خصوصا على الصعيد الفكري الأدبي وحتى السياسي. ولذلك نجد أنه حركات سياسية كبيرة كانت في الجامعة، الآن الجامعات الأمريكية والحركة مع غزة، هذا ليس المرة الأولى. في فيتنام، حرب فيتنام 68، جامعة كولومبيا نفس الشيء، كان فيها ظاهرة كولومبيا. بالتالي الجامعات هي مركز استقطاب اجتماعي وفكري وسياسي ينضج الطالب ويطلع من عنده للمجتمع ليس فقط متعلم وإنما مقتدر فكريا واجتماعيا وسياسيا. هذا المفروض طبعا، يعني يفترض أن تكون أجواء الجامعة كذلك.